السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سنقدم لكم بعض المشاهد الحقيقية لجسد الإنسان بعد التشريح. مثلا جمجمة الإنسان وهي مضاءة من الخلف، نشاهد عدة عناصر كما تلاحظون. أريد أن أنبهكم إلى بعض الأشياء التي يجهلها الكثير من الناس. هنا مثلا في هذه المناطق تشاهدون مثل بعض الفراغات، هذه هي ما يسمى الجيوب الجبهية، يعني مثل الجيوب الأنفية التي تكون في الجوانب، هي فراغات توجد داخل العظم وتمتلئ أحيانا عند مرضى الجيوب الأنفية ببعض الملوثات والالتهابات فتسبب احتقانا وبلغما وعدة تعفنات تؤذي المريض. مثلا منطقة الأنف تشاهدون بأن هناك انحرافا في هذا الجدار يسمى بالإنجليزية سيبتوم. هذا الانحراف غالبا يسبب عدة مشاكل للأنف وحتى للعين، فبعض المشاكل في الأنف قد تؤثر أيضا على العين، وهذا الانحراف يؤثر على صحة التنفس، فلا يستطيع الشخص التنفس جيدا من فتحة الأنف المتضيقة. طبعا هنا الأسنان وتلاحظون انغرازها في العظم، جذور الأسنان داخل العظم، ومنطقة العين تشاهدون من الوراء هناك بعض الفتحات تمر منها بعض العناصر وأبرزها العصب البصري Optic Nerve الذي يساهم في نقل الصورة من العين إلى الدماغ لكي نراها بشكل جيد. في هاتين الصورتين نلاحظ الجزء السفلي للجمجمة عند الأطفال الصغار، هذا رضيع وهذا طفل ذو 4 سنوات. كما تشاهدون هنا الأسنان عند الرضيع في طور التكون أو ما يسمى بأسنان الحليب، وعند الطفل ذو 4 سنوات هناك الأسنان التي ظهرت واكتمل ظهورها، وهناك أسنان تنتظر الظهور عند سقوط هذه الأسنان اللبنية. كما تشاهدون هنا ما زالت منغرزة في جمجمة الطفل الصغير ومستعدة لتعويض هذه الأسنان الأولية حين تتساقط. أما هذه الصورة فهي للإنسان البالغ وقد اكتمل ظهور أسنانه كلها. جمجمة الطفل الرضيع أو المولود الصغير كما تشاهدون هنا من فوق، هناك بعض الأجزاء التي لم تلتصق بعد، كما تشاهدون هناك فاصل بين هذه الأجزاء العظمية للجمجمة، وفي هذه المنطقة بالضبط نلاحظ تلك النبضات التي نلمسها على رأس المولود الجديد، وكأن هناك قلبا ينبض من داخل جمجمته، فهذا غشاء رقيق في مرحلة ما قبل التصاق العظام الأربع للجمجمة، وهذا هو المشهد بعد التصاق تلك العظام بأكملها عند الطفل الكبير والشخص البالغ. في هذا المشهد نشاهد هذه الجمجمة المقسومة نصفين لشخص حقيقي، اللسان وهو يتموضع داخل الفم وعضلته ملتصقة بهذا الجزء الداخلي لعظم الذقن. هنا في الوراء نشاهد ما يسمى المزمار وهو الذي يساهم في عدم سقوط الأكل في مجرى التنفس، رقم 23 هو مجرى التنفس ورقم 22 هو مجرى الأكل، فحين يصل الأكل إلى آخر البلعوم ليتم بلعه تنغلق هذه اللحيمة الصغيرة epiglottis أي المزمار، ينغلق هنا فيسد مجرى التنفس كي تسقط اللقمة في مجرى الأكل وتذهب إلى المعدة، فسبحان الله أحسن الخالقين. في هذا الجزء من التشريح نشاهد أعصابا ممتدة إلى نهاية العمود الفقري، هذه الفقرات القطنية تجمع عدة أعصاب على شكل خيوط متراصة فيما بينها تسمى ذيل الحصان كود شوفال.
وكما تشاهدون هناك مثل اللفافة تساعد على بقاء هذه الأعصاب مجتمعة فيما بينها في هذه القناة، وكل عصب يتجه نحو عضو مخصص له، مثلا القدمين، المثانة، البروستات، الرحم، فكل عصب من هذه الأعصاب متجه نحو عضو خاص به. مشهد لكوع الإنسان من الوراء وتشريحه الحقيقي. نشاهد هنا هذا العصب الذي يمر وراء العظم الداخلي للكوع، وهذا العصب هو سبب الإحساس بصعقة كهربائية مثلا حين يصيب الشخص كوعه فجأة دون قصد بشيء صلب ويتألم منه. هذا هو العصب المسؤول عن ذاك الألم. هنا على ظهر الذراع وظهر اليد نشاهد نهايات أطراف بعض العضلات التي تساهم في تحريك الأصابع عند الإنسان، فهذه الأسلاك الرقيقة هي نهاية لهذه العضلات الممتدة من الذراع وحتى الأصابع. نفس الشيء نشاهده على كف اليد، يعني من الجهة الداخلية لليد، نفس الشكل بعضلات وأوتارها النهائية الممتدة والملتصقة على أطراف الأصابع والأنامل. هذه العضلات وأوتارها تساهم مثلا في حركة قبضة اليد من الداخل. وهنا نشاهد مقطعا لقلب إنسان حقيقي، كما تشاهدون هنا البطين الأيسر وهنا البطين الأيمن. كيف نعرف ذلك؟ عضلة البطين الأيسر منتفخة جدا، وهو أهم بطين في القلب لأنه يدفع الدم إلى باقي أعضاء الجسم، فعمله أكبر بكثير من عمل البطين الأيمن، هذا الفراغ الذي تشاهدونه هنا. وهذه الألياف الصغيرة البيضاء هي عبارة عن امتدادات للصمام، فهنا يوجد الصمام الذي يسمح بمرور الدم من القلب إلى أكبر شريان يوزع الدم على الجسم، وهذا صمام آخر يساهم في عودة الدم من باقي الأعضاء إلى القلب ثم تفريغه إلى الرئتين كي يتم طرح النفايات الغازية منه. مشهد حقيقي لمعدة الإنسان وشكلها الهلالي، كما تشاهدون هنا بعض الشرايين الدموية الملتصقة بالمعدة. هذا الجزء هو ما يسمى بفم المعدة، وهنا يوجد المخرج الثاني حيث يتم طرح الأكل الذي طحنته المعدة إلى المعي الدقيق ثم المعي الغليظ. وهذا مشهد للمعدة بعد تصويرها بالأشعة السينية أثناء شرب سائل أبيض لإظهارها جيدا في النتيجة. كما تشاهدون هنا السائل الأبيض يشمل أكثر من ثلثي المعدة تقريبا، ويبقى هنا في هذا الجزء العلوي فراغ أسود عبارة عن هواء، وهذا ما تمت الإشارة إليه في الحديث النبوي الشريف ثلث لنفسك. بعد الأكل يبقى الهواء مرتفعا فوق المعدة وهو الجزء المقابل للصدر، فامتلاء المعدة بأكملها يسبب عدم الراحة في التنفس، أما بقاء ثلث المعدة تقريبا فارغا يسمح للرئتين بالتحرك نزولا وصعودا بكل راحة، فيرتاح الشخص في تنفسه ولو أكل الطعام إذا لم يكن ملأ معدته كثيرا. ركبة الإنسان في وضعية واقفة ثم في وضعية ثني الركبة، تشاهدون بوضوح هذه الأجسام البيضاء الممتدة من هذا العظم إلى هذا العظم السفلي، وهي الأربطة. توجد عدة أربطة في الركبة، أربطة جانبية، أربطة أمامية، خلفية، وهي الأربطة التي يصاب على مستواها عدة لاعبين رياضيين مثلا في كرة القدم.